يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من الجزائر يقول: إذا كان شخص يعيش في مجتمع إسلامي يغلب عليها التعلق بالصالحين ولا يوجد علماء توحيد، وهو يدعوهم ويتقرب إليهم بأنواع من العبادات، فهل نحكم عليه بالكفر بعينه ونعامله معاملة الكفار دون إقامة الحجة؟ أرجو من فضيلتكم أن تفصلوا لنا. إذا بلغه القرآن وهو يفهمه، هذا يدخل في القاعدة التي ذكرتها لكم. إذا بلغ القرآن وهو عربي يفهم اللفظ العربي فإنه قامت عليه الحجة. والشرك من أوضح الأمور في القرآن، النهي عن الشرك من أوضح الأمور في القرآن، ومتعدد المواضع في القرآن النهي عنه والوعيد عليه والتحذير منه، فهو ليس له عذر. وإذا كان يدعو غير الله فهو مشرك بعينه. نعم.